طيب بكلمة إذا تريد أو بجملة توصف أستاذ حسن. أوصفه؟ أنا بالنسبة لي هذا الرجل يعني يشعرني بالدفء بنسمة عليلة من نسمات بغداد عندما أشاهد، علماً أنه اثنيناتنا قادمين من خارج بغداد، بس نعشق اثنيننا بغداد عشق صوفي هائل. فهو صديق عمر، يعني من مثل ما قلت لك نسمة عليلة من نسمات بغداد من أشوف أو من ألتقي بحسن عبد الحميد، يشعرني بدفء الحياة. على فكرة هو كلش يحب الحياة، متفائل بها على الدوام، فينقلها إلي. طيب أنا شفت الجانب الصحفي، بس قبل لا نختم ونروح فاصل أريد أسمع إذا تحضرك أبيات شعر قليلة. ما أحفظ شعري، بس أكو قصيدة جاسم الزبيدي. أنت كاتبها عنا؟ كاتبها عنا، هم كان على قيد الحياة، هذا مصور، مصور فوتوغرافي مهم من المصورين، اشتغل بالقضية الفلسطينية ورجل هيك شيء، هو أبو حياة اسمه، فكان جندي بالعسكر بالجيش بالحرب العراقية الإيرانية، وكنت لازم خفارة سكنني جاسم، سكنني تماما، فكتبت القصيدة على الورقة مال العسكر مال الجيش بالهاي، ما قعدت الصباح بس شفتها هيك طلعت هي، يعني ما غيرتها. فرجعت لبغداد باتحاد الأدباء فقريتها، كان جايب صديقه هيك شخصية احتفالية مثل اليوم، فقلت له دار اكتب لك، قريت له القصيدة بها هيك انتشه هو امام صديقه، راح تخلص الدقيقة، قال لي لك والله العظيم الا اموت يلا تكتب تنشرها، ما تنشرها ابدا. مات جاسم الزبيدي بال93 صدمة صارت بجريدة الجمهورية، حزن ميتشي عم نكبة، هو شوية كان مسرف بالشغل، فنشرت القصيدة. نشرتها من وقت، خلي أكمل لك القصة. بعد 22 سنة 2022 سووا كتاب عن جاسم الزبيدي، سواه هيثم فتح الله وطبعته الأديب البغدادي المصور العظيم المصور العريق، والتحيات نوجه ذول الناس حقيقيين، فتح الله هيثم فتح الله عزيزه، فسوى مجلد عن جاسم، كان بظفار وبكل المعارك، هو جيفارا هو جاسم الزبيدي. فنزل كتاب، فهو قد يشتغل بعمان بي، قال لي حسن راح اسوي كتاب عن جاسم الزبيدي، خبرته قلت عندي قصيده عن جاسم، قال لي لا احنا طبعنا دزيت الهيا، كان ينشرها بالصفحه بالبوك بالاخير، محظوظه القصيده اسمها سأم الدرويش. تكفي الوقت نقرا شويه منه؟ شويه بلي، لا نتذكر جاسم الزبيدي، اي خلينا نذكره والله، راح معنا سأم الدرويش. انا بالمناسبه ما اعرف اقرا الشعري وما حافظ قصائد اصدقائي، بس هاي القصيده حافظها، واكو قصيده لمرتي زوجتي هاي زوجك تبي الله يحفظك. اسمها سأم الدرويش. رجل القى في أكمام الورد عيونه، وأحرق من ضجر مزمار الكلمات، رجل يشربه الضوء الله وتقدحه الصبوات، يا سلام، على ضفاف نبوءته يتهيب ذاك النهر صبيا خجلا مثل مرايا ولها كالدرويش، أناديه أما فتئت تغني وتعيد للنهر بني أسماك أكوام من أخصان فشل وأساور من طين، أيها هذا الشيخ يترجل، أيها هذا الشيخ يترجل، واشرب من نبع خطاه ثم افرك خاتمك الفضي، يعني بس محبس بفكر، ثم افرك خاتمك الفضي ستأم إليك نساء الحي تطش السنبلة في ممشاك كي تحيا، كي تحيا بنصف جنون ونصف إله، للجام شعاياه الدربة وكابده الحب، فاستلقى دفئا في عينيك رجل يشربه الضوء ويقتله من كمد سر أساه، فالعمر سجائر أيام تترى وشفاه، وشعر يتماثل فوق حداد الورقة، رجل تحسبه حلما تحت جفون قلقة.
عشان مناسبة هاي لقناة جاسة يعني نص مسبوك مو هيك بيشوف كلش. وانت قريتها بمتعة طبعا. اي لا ودا اتذكرها سدا اشوفها وحتى بعرسي اجا بزوادنا. شخصية عظيمة هذا كتلتها الأمة العربية القضية الفلسطينية فدائي عظيم شو. هلا شكرا لهذا اللقاء.